السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وزناشة أنا زيد فيها أنا أنا زيد في زناشة، خوتي زيدين في زناشة، وجد والأجداد ديالي عاشوا هنا في هذه المدينة. ولكن علاش ما عجبتكمش جماعة بني يخلف؟ أنا أخويا ما بغيتش نمشي لشي بلاصة محسوبة على الجماعة، بغي نعيشوا في شي بلاصة حضارية. وترى هنايا وكاين الحياة أصاحبي، راه كاين الفلوس أصاحبي، وما خاصناش نمشيو تما، ما باغي نديرو والو هنا تما. هاد البلاصة هادي خاصنا نسكنو فيها، والإنسان ابن بيئته، تزادينا هنا خاصنا نكبرو هنا، ما تحولناش من هنايا. أنت باش من صيفة باش تحولني من هنا ديني لبني خلف؟ علاش؟ شكون اللي عطاك الحق باش ديني أنا لبني خلف؟ واش أنا ديال بني خلف؟ واش راه ديال ستراسبورغ؟ أنا خاصني نعيش ستراسبورغ، خاصني نبقى هنا، وما باغيش نمشي تما. ماشي أنايا، هاد الناس كاملين اللي كيدويو أصاحبي، وهادو باغينا الفلوس، كيعرفوها الباكية، جمع الباكية، لوحونا حنايا ديك البلاصة، ينساونا، نموتوا، نبداو نتحاسبوا، هما ما على بالهمش، هما كيعيشوا الحياة. هادشي اللي بغينا نعرفوا حنايا، علاش كاريناش استافدوا وحنا ما غنستافدوش في زناشة؟ علاش هادوك استافدوا وحنا لا؟ وكاينين شي كاريناش، كاينين شي كاريناش وحنا قبل منهم 160 عام. باش قبل منهم حنايا هنا في زناشة، واستافدوا هما في زناشة. علاش حنا ما نستافدوش في زناشة؟ حربيلي حربيلي هو اقدم كاريير كاين في زناشة، اقدم كاريير كاين في زناشة هو حربيلي. علاش غيحولونا حنا لبني خلف؟ علاش باعونا؟ صافي بنادم شد الفلوس ويضربنا حنايا ماركانا، ودخلوا الباكيه هما ويلوحونا حنا لبني خلف. تما كايناش هادي، ما حنا ما باغيش نمشيو لبني خلف، ما عندنا ما نديرو فيها، ما كايناش حتى شي حاجه ما غنديروهاش. ملي مشينا ما كاين والو، لان التوامرين الفلوس. واش مشيتوا لهذيك البلاصه شفتوها؟ حتى مشينا شفناها، وما كاين لا تجهيز وما كاين لا مرافق لا والو. ولا مشينا حنا تما ما غاديش نتاقلموا مع هذاك الجو. العام اللي قلتي شفتوا المشكل مع الساكنه تما؟ ما عندناش مشكل حنا مع الساكن، انت ما كنعرفوهمش. حنا شكون هما الساكنه ديال تما؟ انا راه رئيس الجماعه ديال تما، تقول لي توريه لي، نقول لك هذا ما كنعرفوش، ما كنعرف حتى شي واحد. انا كنعرف زناشة انا وهاد الناس ديال زناشة اللي شنعرف، ولا تجي كازا 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 محمديه وداك الشيء ما كنعرفهمش خويا. ومنين التراب حنا منيناه؟ وانا لبستي سبرديله خاصها تبقى نقيه، شي لبستي سبرديله خاصها تبقى نقيه. وحنا بغينا زناشة مدينه جديده، ابارطمان دايره ابتداء من 140 مليون، وانت غديني تما ومترو ودير 4000، وانا ما واصلش المترو، 16 ريال المترو. علاش غديني انا نسكن تمايا وبني لي هنا؟ واستفاده راه ماشي هما غيعطيوها لينا، واش راه ديالنا دور الصفيح؟ لا حيتي كاريان خاصك تعوضو، ماشي استفاده. تقول لي انا ما كايناش الاستفاده هادي، انا ما كنعرفها الاستفاده، ماشي غنستافد، واش راه انت اللي غتستافد؟ اسمح لي نكمل لك هذه النقطه خالد خويا، هاد الاستفاده ما كايناش، هذا حقي. ريب شي لي حيتينا من دور الصفيح وبني لي وخليني نسكن، ولا خليني نحرق، ولا حل ماشي الحدود، تحل بيبان جهنم حلهم، نمشي ليهم انا ولا ديني لبني خلف. واخا انت دابا كشاب المنطقه هنا، واحد الكلمه اللي تقنع بها المسؤولين بعماله المحمديه وبالمغرب على ان على انك تولد زناته وبغيتي تبقى في زناته، كيفاش تقنعهم؟ كيفاش تقنعهم؟ وكيف الناس الكبار في هاد البلاد اللي كيسيروا البلاد هما اللي غيقنعوهم، اما حنايا حتى حنا كاع ما عاقلين علينا كاع، حتى 6000 كريشه كتوقع ما كيتسوقوا ما غيتسوقوش ليها اصاحبي. اشي شحال من كاريان، شحال من الناس المسؤولين الكبار هما اللي غيدويو علينا، اما حنايا راه كنبقاو وداوين ما غنفيقوش لينا من النعاس اصاحبي. واخا دابا تقريبا 12 وقفه ديال الحشيشات اللي دارت، ما كاينش شي ميساج من عندهم، ما كاينش شي ميساج، ما والو، ما جاوبونا بتا شي حاجه. اش بغاو منا هاد الناس هادو؟ اش بغاو منا؟ واخا في حاله الا قدر الله، الا قدر الله وتم التطبيق ديال القانون وغادي تمشيو لبني خلف، كيفاش غتعيشوا تما؟ انا كيفاش غنعيش؟ وقسما بالله خويا خالي، الا ما نديماري زودياك من هنا نحرق فيها وندي معايا دارنا، والله انايا والله ما ود زناشة كبير. خلي السكن ديالك في بني خلف. وتنخلي السكن ديالي انا، مالي انا ساكن دابا؟ انت كاع ما ساكن، انا كنحس براسي وانا دابا كنحس براسي مشرف دابا، تقول لي ساكن؟ حنا كاع ما ساكنين حنا، واش هادي سكنه؟
انت بنادم ساكن في الكاريان سكنه وتراك تصب الشا كتصب الشا كيولي عندك بيسيل تحت الشا كتصب من الفوق وتا بيسيل تحت انت فين غتنعس على خاطرك فين حيت ما البلاد ديالنا راه غادي شويه بشويه والبلاد ديالنا وترى البلاد زوينه البلاد وترى البلاد زوينه السيارات ولينا واخويا خالد البلاد زوينه ولكن حنا اللي فكرش لوحدين اخرين كلشي يفكر غير راسو. عاود نرجع لك كاين واحد مجرم.